السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نوجدو واحد الخبيز. هذا الخبز كان غير في مناسبات خاصة ولا عرضة عندنا خاصة، يعني ماشي ديال كل نهار، يعني اليومي، لأنه غير بالدقيق الأبيض الفورس، مختص غير في عرضة، يعني مرة في العام ولا مرة في الشهر ولا مرة في 3 شهور يجيو عندك شي ضياف محببين ومديرة شي عرضة زعما مزيانة. هاد الخبيز بالحليب كيجي زوين بزاف لساعته، يعني النهار اللي غديري فيه العرضة. لهاد الخبز غادي نحتاجو 1 كيلوغرام ديال الدقيق الأبيض الفرس الخاص بالحلويات، وبزاف كيسولوني اش من نوع كتستعملي الفرس. انا كنستعمل الماركه، انا كنشري 25 كيلو، يعني الخنشه الكبيره، وسميتو المدينه، كناخذو غير من عند الهري. المهم غنحتاجو 1 كيلوغرام ديال الدقيق الابيض الفرس، مع 2 معالق كبار ديال الحليب غبره بودره، مع معلقه صغيره ديال الملح، ولا المهم كتملحوه على القياس، وواحد معلقه كبيره ديال خميره الخبز ولا الخماره على حسب الجو. مع هاد المكونات غادي نحتاجو كاس كبير ديال الحليب دافي، كاس كبير ديال الماء دافي، وممكن نحتاجو الماء، المهم الحليب ديما كاس كبير ديال الحليب، والماء انا غندير كاس كبير وعلى حسب النوعيه الدقيق، ممكن تبغيو اكثر زعما في الماء. وغادي نحتاجو 80 غرام ديال الزبده، انا استعملت غير هاد الماركه يعني ديال بواطه. الطريقه عاديه، غادي نمزج المكونات وغادي نعجن الخبز ديالي عادي. نضيف اولا الحليب وغنضيف ليه هذاك الكاس ديال الماء، وما غنضيفوش كامل يعني بشويه بشويه، راكم عارفين العجينه ديال الخبز. غادي نمزج المكونات ونجمعو وندلكو مزيان بالكف، اللي عندو العجان يدير العجان ويخليه يتدلك مزيان. انا غادي نكمل نجمعو هاد الخبيز ديالي، كيف قلت غادي يجيوني بزاف، انا متاكده. علاش الخبز غير بالدقيق الابيض؟ والابيض راه الدقيق الابيض راه مضر بالصحه. انا منتظره هاد الردود بحال هكا، ولكن انا كيف قلت من قبل غير للعرضات، يعني مره في شحال كتكون شي عرضه نيت مضخمه، هاد الخبيز كيجي رائع. نزيد الماء، وممكن كيف قلت تحتاجوا اكثر. انا غادي نكمل نجمعو وندلكو مزيان ونتلاقاو باش نكملو، لان مازال كاين يعني طريقه اخرى ومقادير اخرين باش غادي نديرو هذا الخبز. اللي بغيت نقول انني ملي غنجمع الخبز وغادي ندلكو عاد غندخل فيه هاد الزبده. كيف كتشوفوا هنا العجين ديالي دلكتها، دابا غادي ندخل فيها هذيك الزبده. قلنا 80 غرام ديال الزبده وتكون في درجه حراره المطبخ باش تعاوننا. دابا غادي نبقى ندخلها هكا في العجينه وندلك حتى تدخل ليا. انا غادي نبقى ندخل فيها ونوريها لكم كيف غتولي العجينه ديالنا. ملي دخلت فيها الزبده كتجي بحال هكا. دابا غادي نخليها تخمر مزيان، المهم ترتاح واحد ربع ساعه حتى نص ساعه، وعاد نوليو نكوروها مع بعضياتنا ونكملوا تتمه المقادير. ولا العجينه ديالنا مني خمرات كيف كتشوفوا. دابا غادي نحاول نخرج منها هذاك الهواء اللي فيها لداخل بحال هكا، وغادي نشكلها قريصات. انا غادي ندير قريصات وغادي نستفهم وغادي نتلاقاو باش نشوفوا باقي المقادير.
الخبيز ديالنا ولا الكويره ملي كورتو درتهم كويرات هكا غير صغيورين كما كتشوفوا. دابا غادي نغطيهم بمنديل وغادي نخليهم يرتاحوا شويه. في هذا الاثناء غادي ندوز المقادير اللي قلت لكم بقى، واللي هي عباره عن يطرو ديال الماء طايب غليان مع جوج معالق كبار ديال البيكربونات الصودا. خديت الماء، ها هو طايب غليان، وضفت ليه جوج معالق كبار ديال البيكربونات الصودا. والبيكربونات دو صود هي هذه، راه كتباع في الصيدليات، العلبه ديالها خضراء وكدير 5 دراهم. هي هذه غبره، انا درت جوج معالقات في هذا الماء اللي غليان الذوب. وطبعا مع هاد الماء غادي نحتاج يا اما بافو بوحدو ولا زنجلان بوحدو، اولا هاد الخليط اللي كنوجدوه في الدار كندير فيه كيف ما كتشوفوا. هانتو فيه البافو، فيه زريعه الكتان، فيه الشوفان، فيه الزريعه اللي كناكلو اللي ولات دابا ديال، وكنصايب هاد الخليط وكنخليه في الدار للخبز. اللي ما عندوش ممكن يدير الزنجلان بوحدو ولا البافو بوحدو، هادشي غير باش غنزوقو الخبز ديالنا. دابا غادي ندوز للطريقه. الطريقه هي غناخد كل كره درتها ديال العجين وغادي نغطسها في هاد الماء كامل كيف كتشوفوا، وغادي نزولها ونسقطرها مزيان بحال هكايا، وغنديرها مباشره في لاطا اللي مفرشه بورق الطبخ البابيي سلفغيزي. غنعاود وحده اخرى غادي نخشيو العجينه ديالنا بحال هكا كما كتشوفوا بحال هكايا، وغادي نهزها ونخليها تسقطر، نسقطرها من الفائض ديال الماء، وغادي نديرها في اللاطا اللي مفرشه بالبابيي سلفغيزي بحال هكايا يكون مفرش. انا غنكمل الكميه اللي عندي، ومن بعد غادي ندهنوهم باصفر البيض، وعاد غندردرو عليهم هذاك الخليط ديال الخبز اللي فيه الزنجلان والبافو وزنجلان ابيض زريعه الكتان. انا غادي نكمل ونطلق. كيف كتشوفوا الخبيزات ديالنا، انا دهنتهم كلهم باصفر ديال البيض بوحدو. دابا غادي ندردر عليهم هذاك الخليط اللي ذكرت، اللي ما عدوش قلت يدير بافو بوحدو، يدير زنجلان بوحدو، ولا اللي عنده في الدار يديرها. هذا كيكون الخليط كامل كيجي مزيان. هاد الخبيز صدقوني كيجي غزال، كيف قلت راه ماشي ديما غادي نديروه، غير مناسبه عراضه جايين عندنا شي احباب، اللي مالا غير راسنا في اعياد نديرو بحال هكايا. انا غادي نكمل الكميه اللي عندي، وغادي نخليهم يرتاحوا واحد شويه، غادي نشرطهم بالموس كتزين فقط، وغادي ندخلهم الفرن يطيبوا. كملتهم كاملين في التزيين ولا رشيتهم. دابا غادي ناخذ سكين ونديروا علامات في الخبز بحال هكايا على شكل زائد، ولا غير بحال هكا خطوط غير بحال هكايا. وانا غادي نكمل كلشي وغادي نخليهم يرتاحوا واحد غير 5 دقائق حتى 10 دقائق، لانهم راه ما بداو تيخمروا، وغادي ندخلهم في الفران يطيبوا بالصحه. الخبيزات ديالنا من يطابو دخلتهم في الفران طابو تيجيو على هذا الشكل، خبيزات راقيين كيف ما قلت، والعراضات يعني لشي مناسبه ولا العراضات نوجدوهم، ساهلين وبساط. ولاش كنديروا ديك البيكربونات دو صود ومع الماء طايب باش تيجيو هكا كيبقاو قابطين في راسهم كيف كتشوفوا، وحتى اللوين كيجي زوين. نتمنى وصفه اليوم ولا الخبيزات ديال اليوم يعجبوكم وتجربوهم. اللي عجبتها الوصفه ما تنساوش لايك الفيديو، وكيف كنقول دائما اشتركوا بالقناه ديالي باش دائما توصلوا بكل جديد شهيوات ام العربي. غادي نحل لكم واحد وحيده من الداخل تشوفوا كي كيجي الخبيزات كيف كيجيو من الداخل. كيف قلت لكم هانتو كي كيجيو، تيجيو مقطنين ورطبين بزاف.
نتمنى تجربوهم وتنوروني بالتجارب ديالكم، وإلى وصفة قادمة بحول الله.